السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم مجددا في قناتكم. إذا بناء على طلبات المتتبعين والمتتبعات ديال القناة، اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم الفرض الصفي رقم واحد، المرحلة الأولى، وحدة التربية الإسلامية، المستوى الخامس ابتدائي. إذا بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي درنا مجموعة من الفروض كتخص اللغة الفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم التربية الإسلامية. إذا من طبيعة الحال في التربية الإسلامية كتعرفوا بأنه كاين التزكية أي القرآن الكريم والعقيدة، وكاين الاقتداء والاستجابة، وكاين كذلك القسط والحكمة. صافي، ومن طبيعة الحال النقطة هنا أنا داير 10 نقاط لكل محور، لكن النقطة في مسار كتدخل كنجمعوا النقط بثلاثه ديال التزكيه وديال الاقتداء والاستجابه وكذلك ديال القسط والحكمه، وكنقسمهم على ثلاثه. صافي، مزيان. نبداو بتزكيه القران الكريم والعقيده. السؤال الاول: اكتب من سوره الطارق من قوله تعالى والسماء والطارق الى قوله تعالى تبلى السرائر. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، الآية الأولى. وما أدراك ما الطارق، الآية الثانية. النجم الثاقب، الآية الثالثة. إن كل نفس لما عليها حافظ، الآية الرابعة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، آية 6. يخرج من بين الصلب والترائب، آية 7. إنه على رجعه لقادر، آية 8. يوم تبلى السرائر، آية 9. صدق الله العظيم. إذا عاود نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر. صدق الله العظيم. دوزو السؤال الموالي، سؤال 2: اكتب من سورة الجمعة من قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إلى قوله تعالى بما كنتم تعملون. إذا عاوتاني غادي نكتبو من سورة الجمعة. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إذا زعمتم أنكم أولياء لله، أولياء لله من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، آية 6. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، آية 7. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، آية 8. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إذا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن
كنتم صادقين، ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ندوزو الآن سؤال ثلاثة، استخرج من الآية التالية. قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. أسماء الله الحسنى. إذا من هذه الآية هذه الكريمة غادي نجبدوا أسماء الله الحسنى. إذا بطبيعة الحال أسماء الله الحسنى عندنا الملك القدوس العزيز الحكيم. إذا نكتبوا الملك القدوس العزيز الحكيم. إذا هي كلها أسماء لله عز وجل. سؤال أربعة، أصل كل كلمة بمعناها المناسب. إذا غادي نصل كل كلمة بالمعنى ديالها. الرجع، إلى ربك الرجعى، تبلى السرائر، المطر، يظهر الله ما في القلوب، إلى الله الرجوع بعد الموت. إذا الرجع هو المطر، ياك؟ إلى ربك الرجعى يعني إلى الله الرجوع بعد الموت، يعني العودة. العودة كتكون إلى الله سبحانه وتعالى. تبلى السرائر يعني يظهر الله ما في القلوب. إذا مزيان. السؤال الخامس، إذا أكمل بما يناسب. أؤمن بالله، إذا إحنا كنأمنوا، أمنوا بايش؟ كنأمنوا بالله، زيد. وملائكته، وملائكته، وأيضا وكتبه ورسله. إذا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مفهوم؟ السؤال السادس، أكتب أمام كل رسول اسم الكتاب الذي أنزل عليه. إذا كل رسول، هنا عندنا أربعة ديال الرسل، كل رسول من كتاب نزل عليه. عيسى عليه السلام واش نزل عليه التوراة ولا الزبور ولا الإنجيل ولا القرآن؟ إذا عيسى عليه السلام نزل عليه الإنجيل، الإنجيل. ثم موسى عليه السلام التوراة، التوراة. ثم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن عليه الصلاة والسلام. داود عليه السلام الزبور. إذن ندوزو المحور الثاني، وهو محور الاقتداء والاستجابة، السيرة النبوية والعبادات. السؤال الأول، أكمل الفقرة بما يناسب. غار حراء، الملك جبريل، الصادق الأمين، الرؤية الصادقة. إذن كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيتعرف منين كان صغير باش كيسميوه بالصادق الأمين، الصادق الأمين. دونك كان يتعرف بالصادق الأمين. وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤيا، الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة. فهم؟ إذا مشات الرؤيا الصادقة. وذات يوم، واحد النهار، بينما هو في، كان في غار حراء، غار حراء، جاءه الملك، الملك، نقول الملك ماشي الملك، الملك يعني من الملائكة، الملك جبريل، وأقرأه أوائل ما نزل من القرآن. لأنه قرأه أوائل ما نزل من القرآن، وبالضبط سورة اقرأ. مزيد. السؤال الثاني، دائما في الاقتداء والاستجابة، أكمل الآيات الخمسة الأولى التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بغار حراء. إذن اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، من علق. الآية، الآية واحد هي هذه، وهذه الآية جوج. ها، اقرأ وربك الأكرم، الأكرم، آية ثلاثة. الذي علم بالقلم، آية أربعة. علم الإنسان ما لم يعلم، لم يعلم. إذن الآية خمسة. إذن هنا فقط المطلوب هو أكمل الآيات الخمسة الأولى. إذن الآية الأولى هي هذه، الآية الثانية، الثالثة، والرابعة، والخامسة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. إذن غادي ندوزو الآن الصفحة الموالية. عندي السؤال ثلاثة، أحيط مما يلي مظاهر الإخلاص في العبادة. إذن غادي ندورو على مظاهر الإخلاص في العبادة. إذن الرياء والسمعة ماشي مظهر من الإخلاص. صدق النية طبيعة الحال هو مظهر من مظاهر الإخلاص. إرادة وجه الله كذلك. التقرب إلى الله بالعبادة كذلك.
إذا هنايا عندنا ثلاثة ديال المظاهر ديال الإخلاص في العبادة. جيد، إذا السؤال الرابع: أصنف مظاهر الإخلاص في الصلاة في الجدول. إذا هنايا مظاهر الإخلاص بالقلب ومظاهر الإخلاص بالجوارح. إذا هاد المظاهر هادو غادي نصنفوهم من مظاهر الإخلاص بالقلب ومظاهر الإخلاص بالجوارح. نبداو بتدبر القرآن. تدبر القرآن هو وماذا؟ هو مظهر من مظاهر الإخلاص بالقلب. إذا تدبر القرآن صافي، نضربوا عليها. الطمأنينة كذلك هو مظهر من مظاهر الإخلاص بالقلب. الطمأنينة صافي. عدم الالتفات هذا مظهر من الإخلاص بالجوارح. عدم الالتفات، نعم، أثناء الصلاة. حضور القلب، حضور القلب هذا مظهر من مظاهر الإخلاص بالقلب. إذن حضور القلب صافي. ندوزو السؤال الخامس: أكمل القيمة التالية بما يناسب عظمته يراني بقلب صلاتي. أخلص في، أخلص فين؟ في صلاتي. صلاتي، أخلص في صلاتي وأتوجه، وأتوجه بماذا؟ بقلبي، وأتوجه بقلبي إلى الله عز وجل، بقلبي إلى الله، وأستحضر عظمته. إذا كنستحضر العظمة الله سبحانه وتعالى أثناء الصلاة، معتقدا أنه يراني، يعني وكنعتقد بأنه كيشوفني أثناء الصلاة، يعني ماشي غير كنصلي وصافي، كنصلي مخلصا في صلاتي، متوجها بقلبي إليه سبحانه وتعالى، وأستحضر عظمته ومعتقدا بأنه يراني. نعم، ندوزو للمحور الثالث والأخير: القسط والحكمة. السؤال الأول: أحدد موقفي، هل أنا موافق أم غير موافق من الوضعيات التالية؟ الناس متساوون أمام الله عز وجل أو من أمام الله تعالى. موافق، نعم. رب الناس واحد وأبوهم واحد، كذلك موافق. العربي خير من العجمي، غير موافق. إذن كلنا سواسية أمام الله سبحانه وتعالى. موافق. لا فضل لي على غيري إلا بالتقوى، موافق صحيح. سؤال ثاني: يختلف الناس من مظاهر كثيرة، أذكر ثلاثة مظاهر لتنوع البشر. إذن الاختلاف ما بين الناس كيكون اختلافات حيث الشكل وفقط، مفهوم؟ مثلا اللون، لون البشرة، مثلا العرق، مثلا اللسان، يعني اللغة، مفهوم؟ يتفاضل الناس بينهم أمام الله. إذن هنايا هاد اللون والعرق واللسان ما كيفضلش الناس، يعني الله سبحانه وتعالى ما كيفضلش الأبيض وكيخلي هذاك اللي لونه لون البشرة ديالو سوداء. دونك كيتفاضل باش بالتقوى، اللي التقوى ديالو قوية هو اللي كيكون أفضل بالنسبة الله سبحانه وتعالى. إذن يتفاضل الناس بينهم أمام الله بالتقوى. سؤال ثلاثة: أصل بخط الوضعية بما يناسبها من آداب التواصل. إذن غادي نصل بخط. إذن إذا التقيت بأحد من الناس، هنا إذا خطبني أستاذي وأستاذتي، إذا تحدثت مع والدي، إذا حياني صديقي، إذا حياني أرد عليه التحية بخير منها. إذن هذه في التحية. إذن إذا حياني صديقي شنو غندير؟ أرد عليه التحية بخير منها. إذا تحدثت مع والدي أقول لهما والدي. إذا تحدثت مع والدي أقول لهما خيرا برفق. نعم، إذا خاطبتني أستاذتي أو أستاذي أنصت إليه باهتمام. ثم إذا التقيت بأحد من الناس أسلم عليه مبتسم. صحيح؟ ندوزو السؤال الرابع الآن: أكتب لفظ التحية ورد التحية. لفظ التحية: السلام عليكم، السلام عليكم. لفظ رد التحية هو عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن إلى سلم علي شي حد قال لي السلام عليكم، مش هنقول له السلام، نقول له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال الخامس والأخير: أكمل القيمة بما يناسب. الكلمة الطيبة السلام خيرا التواصل. لأحقق ماذا؟ لأحقق التواصل، باش يكون واحد التواصل ما بين الناس، تواصل الحسن. أفشي السلام، أفشي السلام، دائما كنقول للناس السلام عليكم. وأحرص على ماذا؟ وأحرص على الكلمة الطيبة، أحرص على الكلمة الطيبة، دائما أقول للناس كلمة طيبة. وأقول ماذا؟ وأقول خيرا برفق، وأقول خيرا برفق وهدوء. إذن لأحقق التواصل الحسن أفشي السلام وأحرص على الكلمة الطيبة وأقول خيرا برفق وهدوء.
إذا وفقكم الله وسدد خطاكم. أتمنى أن تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.